السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أمة مزيدات. كي دايرين؟ كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير اليوم ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا وأمام الصورة ديالكم اليوم غنديرو درس على الطرز على الراندة. بالنسبة الأول حاجة غنهضروا عليها هو الرشيم ديال الراندة. هنا الرشيم ديال الراندة البنات بالنسبة لهذا الموديل هكا سلسة في الجنب ساهل، يعني الرشيم ديالو ساهل، ماشي بحال ملي كتكون دايره رشمه الوسط. ملي كنكونوا دايرين رشمه في الجنب يعني ساهل، غير كنحط رشمه في الجنب تاع الراندا وصافي وكنخدم. هنا اختارت لهاد القفيطين هاد الرشيمه اللي كتجي راقيه في الشكيه ديالها وكتجي حلوه وكتجي زوينه. يعني اليوم هاد الاسبوع كاينين جوج الموديلات تاع الراندا اللي غنبارطاجي معكم ان شاء الله اللي غنخدم هاد الاسبوع. كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه مليئه بالافراح والمسرات والعمل والجد والاجتهاد. يعني كندوي معكم وكنتكلم معكم بواحد اللهجه وبواحد واحد الحب كبير نوصل لكم ان الصنعه كلها خير، كلها بركه، كلها خير. يعني ما يكذب عليكم الكذاب يقول لكم لا وراه هذه ما بقاش فيها ولا وراه فيها شويه العذاب. حتى شي خدمه ما كتكون مرتاح فيها، حتى شي واحد على وجه الارض ما يقول لك راه خدام وخد مرتاح. يعني اللي ما خدام بايدي خدام بعقله، اللي ما خدام بعقله خدام بايدي، وكاين اللي خدام بهم بجوج. الله يسهل على كل واحد والله ييسر لكل واحد. هنا كتبقى الصنعه واحد الموهبه ربانيه وواحد واحد الفطره وواحد الحاجه اللي زوينه وواحد الحاجه اللي نبغي اي امراه باركه في الدار وما عندهاش تعلم الصنعه، اي امراه باغا تكون راسها وباغا تحس كانها كائن موجود على وجه الارض تعلم الصنعه. ماشي عيب نكونوا ما قاريينش، ولو ان ما كنحدش على الانسان انه ما يبقاش قاري، لان اختكم من الناس اللي باغا تكمل قرايتها وتشد الباك ديالها وان شاء الله علاش لا ما نكملش حتى الجامعه ديالي علاش لا. يعني هاد الطاقه الايجابيه اللي كنحس بها داخله ليا داخله فيا اولا كتخرج مني بغيتها توصل لكم كاملين. ماشي عيب اننا ما قاريينش، لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان امي، ولكن العيب شنو العيب؟ هو اننا نبقاو ما قاريينش ونعيشوا حياتنا ما قاريينش وما فاهمينش. يلا يد في يد كنا نزيدوا القدام، كنا نخدموا، كنا نتوكلوا على الله والرزاق الله سبحانه وتعالى، واللي بغاها لك الله راه غتوصل لك. اول حاجه غنبداو بها بالنسبه للرشمه هنا راه ساهله البنات. واول حاجه ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش رجعوا ديروا اللايك. اي انت هي الحاجه، اي انت هي، رجعوا ديروا اللايك ونكملوا. هنا الرشمه ساهله البنات، يعني غير في الحافه ديال الراندا كنجي كنختار الرشمه اللي بغيت. ها الشكل ديال الرشمه حتى تكمل عندنا نوريكم كيفاش جات. جات وحده في هذا الجنب وفي المقابل ديالها، يعني ما درتش وحده مقابله مع وحده باش كتجي داك النظره، كتجي داك الشكل راقي في اللبسه. وحده هنا وحده بدات من الجهه هنا لتحت ونزلات تتكمل كامله وغادي نصورها لكم. حطيت الرشمه هنا، عاد جيت من حداها بديت من النص ديالها، شوفوا بديت من النص ديالها وبديت الثانيه حتى لتحت ديالها. ان شاء الله كيف تكمل غنصورها لكم كيف جات. حاجه مهمه هو الفيزلين البنات، ضروري نحطوا الفيزلين. اما الا كانت عندنا رشمه وسط الرانده اشنو كندير البنات؟ كندير اطار اولا جبري ديال الورقه على قد هاد الرانده هنايا، على قد هاد ليسباس اللي عندي هنا، وكنقسمو على النص وكنرشم الرشمه ديالي وكنبدا نخدم. يلا بسم الله وعلى بركه الله، يلا حيدوا المنطات حيدوا صافي. دابا بدا يسخن الحال، بدات الشميشه كتبان. اجمل 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 فصل هو هذا الفصل هذا اللي كيكون الربيع، ولا سبحان الله هذا الفصل كيعجبني انا بزاف من الفصول اللي كتعجبني بزاف. راه كاين شي كاين انا بعد البرد ما كيوافقش ليا كنا بغا نتكا ونعس هاد الوقيته بحال كاملي كيسخو الحال شويه، يعني صافي كدي تحركي كتكوني نشيطه. بعد انا كندوي على راسي كنكون نشيطه. بدا بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غنخدمها هي الورده يا البنات. بسم الله شوفوا معايا طريقة باش غنخدم الوردة البنات، وان شاء الله راه غنرجع للدروس. حاجه البنات ولا الاخوات، البرا ضروري 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 تكون البرا جديده البنات، ما نخدموش بربرا ديجا خدامين بها اولا مردوبه، نخدمو ببرا جديده.
كانت معايا الماكينه انا خدامه بواحد السرعه قليله، ما كنديرش ديك السرعه مجهده باش كانت كيس على الرانطه. وشوفوا ما كاين فيها لا تقابله حتى شي حاجه. ها هي الوريضه تبارك الله ما شاء الله كيف جات، جات بحالها مخدومه باليد. واحد الاخت، واحد السيده حتى هي كدير الرانده، قالت لي ام عثمان ملي كنطرز على الرانده اولا عطات واحد الطرزه طرزت لي على الرانده تشرقت الرانده كامله واضطريت اني نعاود الحصيره كامله. لا البنات دائما وصوا سواء عندي ولا عند اي طرازه قولي لها عافاك اختي بدلي البره، ديري لنا البره جديده اللي غتخدمي بها. شفتوا معايا كنت هنا لتحت يعني خدامه عادي مكسيريه مركع للموتور، ولكن بمجرد ما وصلت للراندا نقصت السرعه، يعني بمجرد ما وصلت للراندا نقصت السرعه ديال الماكينه. نكمل هنا غندوز الوريقات. شفتوا معايا ملي كنطلع فوق الرانده نبدا نخدم يعني ما كنعطيش الاكسيراتور للموتور، يعني ما كنكسيريش بزاف. الماكينه اللي كنخدم فيها البنات جوكي، البنات جوكي هي اللي كنخدم فيها. هنا عندي الخميره جات ما شاء الله، وتحيه الناس الحسيمه اللي كيوضعوا الثقه ديالهم في ام عثمان زيدات. هنا غنزيد واحد الوريقه يقول لك زياده من راس الحمق، ولكن الزياده ديال ام عثمان لا لا غير كتزيدها. شوفوا معايا هنا غنجي لهنا الجهه الثانيه. بالنسبه للرشمه البنات انا نعطيكم ثاني واحد الحاجه، وتاكدوا البنات دائما شوفوا ملي كنمس بايدي دائما نتاكد ان الثوب ما دي حطاش تحت اجهزه فنه البنات. بالنسبه للصم اللي كنخدم بها البنات 3001 واعر، واحد الصم واعر لونه غزال خذوه وما غتندموش. هنا خنيجر بالنسبه راه هذا الشيء اللي كاين هنا هو اللي مقلوب هنا في الرشيمه البنات، رشمت النص ديال الورده وهذا الشيء اللي هنا هو اللي كاين هنايا. الشكل ديالها راقي البنات.
شو تبارك الله وما شاء الله كيف جا الشكية ديالها. وهنا عاد زيدي ليها بريد هنا تجي روعة روعة تبارك الله ما شاء الله. البنات هكا بنفس الطريقة غنكمل الجهة اللي حداها، نقدر نزيدها شي بريدة هنا البنات ولا شي حجيرة باش كتزيد تعمر ليها الراندة ديالها. هنا غنزيد هنا معايا كيف جا الشكل ديالها. هنا غيبان لكم الرنده بلاتي البنات مع مجموعه، راه كتجينا صعيبه ملي كتكون مجموعه في الخدمه. هنا هذه هي السلسه الاولى، والثانيه راه بدات من هنا وباقيه غتكمل حتى الجهه التحتانيه. غنقول لكم ومع 8 زيدات ان شاء الله ستعود لكم من جديد. ان شاء الله انتظروا ان شاء الله الرحمن الرحيم، يمكن الا بغى الله فيديو تاع العشيه ان شاء الله غيكون هو اول فيديو في الحصص ديال التعلم، وفي واحد المفاجاه زوينه لكم ان شاء الله. غنبداو نخدموا الجمله وشي حوايج غادي نطرق لهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. غنقول لكم الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. يلا حيدوا المانطات، حيدوا العجز، حيدوا النعاس، صافي صافي سالات وقت البرد، وقت مانطا وتيتي وداكشي صافي ساله. يلا وقت الخدمه، وقت الاجتهاد، وقت العمل والتعلم. يلا إلى أن ألقاكم، إلى اللقاء.